أخبار اليوم. من هذه المنطقة ودي أكبر منطقة تكريك تقريبا، ودي اللي بتاخد 35 كيلو اللي هم الحفر الجاف اللي بتقوم بيها القوات المسلحة حاليا. المنطقة الأولى حفر في المياه، المنطقة الأولى دي اللي بتعمل بيها حفر جاف حاليا، المنطقة اللي هي اللوت 6 اللي بتشتغل فيها شركة جريت ليك وجيني، دول 45 مليون متر مكعب، ودي في منطقة ترفيهة البحيرات. يعني احنا عندنا ثلاث مناطق رئيسية، منطقة الفلاح، منطقة الحفر اللي هي 35 كيلو، منطقة البحيرات. كمية تقريبا كلها اجمالي 250 مليون متر مكعب، مطلوب ان احنا نرفعهم من الرمال المشبعة من المياه في خلال عام. هيشترك في العملية حوالي ان هو 6 كراكات، 22 كراكة، 28، وفي ست حوالي 34، من 34 ل 36 كراكة، هذا سيف تايم، وده يعتبر انجاز كبير جدا.